على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. الحمد لله الذي من أراد به خيرا فقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، كيف نستقبل رمضان؟ رمضان سهن ضوايا نقبر رجال إن شاء الله تعالى شان شيء. أولا دتك رمضان مدي ولب واحد دوايش حدوايو شيء سيون قيب سمايان. ثانيا ما انك فرح عن قدوم رمضان، رمضان ما ديها قلو ميس حدوا ما هن دواينا ميس انك فرح عنا. ثالثا ولي بواه يولك يهدفك انا لنا قبل رمضان انت اللي ندير ما ينينك باهاني، لأن تحديد الهدف اللي باهاني ما دي هذا الشيء هذا ولي بواه أدوكو ميري ديلي ذا فلاس انتي لندير نكوهر يا واليبوا لن ألاب قرو ده. أيضا رمضان واليبواها باللي لدي ذا ليو باللي عاجز كمعه. كذلك واليبواها علو الهمة همة دان انتي ونا ديراتو سيد السلف وصالح رحمة الله عليهم رمضان يونكو فايدي سيد جرم. إخواني الكرام، إلهي سبحانه وتعالى ما يواليه أدومني سنوالي واختيار يكفى إذي سدايا أعمالي للهلابو حتى وقت غاسي وقت أياما معدودة سد صونك أمر ما دام ساس أتنتي والي بولن ألاب غاضي يلن باني. أولا نقطة هريد مدونة قبل لعونا دتك رمضان هدوايشي سيبقى قيبوضو مدي هدوايا سينشال إيين، لأن إلهي تبارك وتعالى ميل في كتابه إن سعيكم لشتى، لأن أعمال الناس تختلف باختلاف أصناف الشتى. نعم. مركك اسمك انهري ميوها قيبتك انهدتك قيبتك وود ميوها ميك فرحايا رمضان هقلو شيء كبشارة سدايا ولبا بلشيريس ولبا ميل قابلايا هكا ضوايا أنا قف أول بوها او مناي بيقو بلنشاني هان سن قابلو هان دوايان يعني كفرها هان دوايان هان الله إلهي تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. طيب، لذلك إلهي تبارك وتعالى ما دام سسلي كفرها بمعنى شهركم ولبا فرحا يعني شهر ايمان شهر تقوى انتي شهرك اولب ودنبغ لدافاي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. قسم غاس ولب وحق يبتسي دتك هدوايوك ولبا رمضان كفرحا يعني هدوايا مرحبا يعني كفرها الديار قروايا قيبت لامات. نعم، ما يكفى جسم يغتنم بقدومه جبت سوي ولبها ما يكفى إذا سدايا نه قالي هو كه قالي رمضان، لكن ولبها ما أولس هاي سدايا صن شيء ما أنا ولبها أولس صنكم أولس شأن كذلك محرمات كرسانك كوحرمين ما يبالون ما كفر حيا ما نك بشهر رئيس دايا ولا يادم بالله، لكن ما نك مرجو دايا ما ندي أرجو دايا توبة ما لقوايا سري حال شو إنس بدله ولا بحال شو ولا بدن ما مكله. نعم. لان دتكم حالة ديو سات إلهكم من قال نيس ده ما يلم يدينا حولا أم لا لم يدين بل حولا كو أغلب بدن. إلهي تبارك وتعالى ما يلا ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. طيب، قسمك سيدالي عندهم بوي
ميكا قابلة أنا رمضان هكا طوايا أنا هنقول لها بادي وأبيتان لها بادي والكراهي سو لها بادي رمضان وللي والمكوك واجبات رمضان مفيرة رمضان بدن بمكولب دتك تكوداو مكجرة دتك أولي بقى يوم الليل كم مصلين تم مكجرة فلا تجدو لكن أولي بقى رمضان هدوا اللي هنقول أنت هسأل هديدي طعام أنت هسأل شأن شراب أنت هسأل شأن جسمك أفرادهم قدم بيدتك سهم دوا يا رمضان ما يوها هانو أنتي أرجو يا أنتي أريا رمضان كمان تين كوينه من كدي أرجو يا نسدي رمضان صدق كاسبير الكلام يلهاي عبادة ورشة من له شيطان أولي بو إذيك سيدي هانو إرهاي مسلسلات رمضانية أفلام رمضانية فيلم رمضان وقت قال رومي وقت قال حقا إريد انتي قد ياسول انتو إلي توربا الحقا ده يو أولي بوها عوان الشيطان عليه والعياذ بالله شياطين الإنس إليكم ينقل لأن رمضان ما ديها قال الشياطين الجن والهري إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماوات وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين لكن شياطين الإنس إلهي تبارك وتعالى كتاب شميك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا dadku ma doon tuwan qeyb samayn ma doon qeybti hor anti aad anaga to diyaar garowto toobashanto ramadaan anti in koyn ku hor waliba diyaar garowta lan baahanyi aydan nuqdada lamaad may waha anti una ka farxana bi guduumi ramadaan limaada man ka farxana liannahu ilaahi dambe ka dhaafe may leeyahay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam in koy jibriil mada sameere yaa muhammad na muhammadow لكن رمضان هلال لماذا دم بجي نلن داف ساس نار كغر الهي كديري رسول كن مير صلى الله عليه وسلم امين اني نمر امين غير مرك ولبوا صوم رمضان ولبوا مكفرات لما بينه صلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر أنت بعد كبائر هذا قد ديرت باتي ولله سبحانه وتعالى كين دافع رمضان دين بقلك دافع نفرح رمضان بقدوم رمضان لأنه جنة إله سبحانه وتعالى الباب دي فوره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتح أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين رمضان مديها قال إله جنة الباب دي جنة فوره الباب دي نعره هيره شياطين تنول هيري حديث كسيما البخاري إن مسلم يهوري رحمة الله عليه لأن أولي بواها دتك أهل الجنة ذي ما يواها مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل وحراسها قرة أعين الأبرار يسكن لهم أنتم دتك أسكن له بحريالك أسكن له وجيون إن إلهي ناظرك وإله في دار الآخرة لذات نعمين إلهي سي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة والعياذ بالله مركة ولا لن كفره بقدوم رمضان ميوها رمضان ميوها دين بقال دافع رمضان جنادي الباب جل فره رمضان ميله ري نارتي الباب جل هيري نارتي الباب جل هيري نعم ما إذا أجل هنا وإذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين أيضا ولن كفرها أن رمضان قالوا شيء شهر القرآن شهرك ولب قرآنك بل شهرك إلهي سبحانه وتعالى كتابك إلهي هددي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مركز صيامك صومك إيه ولبا قرآنك على قلي هدي هذا أوقات مدتاسي ما إلا أن تحكم كبهاسي يتضح سرتك جرت دتكم هدي رمضان كل الدير ولي كتابك إلهي سبحانه وتعالى إن أي إنسي آية أخرين تيس
حفدينديس لكن سشريس بعد كلا يوم اللي بقى الدرايا والقربات دواشيد إلى إنك دوا من رجب العنبل عليه رحمة الله عليه سلف وساله قرآن كأقرأ في شهر رمضان في الصلاة وغيرها صلاة غير شبه أنت ولبوا أنبضن يا أخريا سد السنة كلايونين أخريا لأنه علاقي بهيك ديبت سد هذا برا الرجال ما يوها هدفك هذا اللي تورت ولبوا أنت رمضان لنديرنا ما دام ولبوا ضيف كريم هني درير إلهي نديرس يا مرتدها كي درير تميل فذي أنت هذا ولبوا ولا حك روا إلهي تديارسد هدفك هذا ولبوا سنتكم إلى يومك الديرس يا رمضان على الديرت ما يسو بياس بانو ما يويلس مرتدو ما يهكا نواياس نعم هدفكم هري ولبواها غاية ولبوا أنت هذا التحقيق إذا هرت غاية يولك يولك غاية لنفرض ويري رمضان ما إي إلى يكو أبسي شو هرت طوب أنت هذا لكويت إلى يكو أبسط إلى يكو أبسي شو هذا الحقيق إذا ولما انت هذا اندير قروت المبان من دليله قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم غير يقول كلمات تحقيق مي لعلكم تتقون تقوى الله مركون سان حق يجي كرت الى اوبسيسيس جواب تس مي ولي بوها كين جوابي دين سي طيب جوابتم يا طلق بن حبيب ميلي رحمه الله تعالى بقوله تقوى أن تعمل بطاعة الله تقوى مات ضاع إلى إن هذا لقيت على نور من الله نور من الله ما يفجأس ترجو ثواب الله إله ثواب جي رجاس ما يكو تباس والإله يكو حرم على نور من الله أذوق أفساس إله سبحانه وتعالى قابتس ابن القيم رحمه الله تعالى ميلي أحسن حد قيل في التقوى تعريفكم أو ولبوا ضالق من حبيبك تفسيري ولبوا تفسيرك إيو ولبوا حدك إيو استلاحة أنك وين أحسن تقوى أنت لك إطلاق ولي طيب كذلك هدف كلمات أو ولبوا التقوى ده أنت هذا دنبقى للضعف مدير رمضان على حكوبات إلا دنبقى خطاياتك لكن ضعف طيب دنبغا نسألك دافه جوابته ولبوا على لسان نبيك وقوته صلى الله عليه وسلم لين سوي ميك الدذا لسي احتساب من حديث أبو هريرة رضي الله عنه مير الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان لانك الصوم غالبا رمضان صوم وسوء ولبا رميسين حتى نأجر ويجو إلا إلهي سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبي حديثك متفق عليه هدفك سيد هاد أو ولبوها تحقق انت هذا ولي بان دير قلو تلنباه اني بايوا صوم قرآن كبال لما هذا بما لنت قيامة انت كين شفاء قاضين انت هذا اوغا تورت الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام مي ليه صوم كمي كين ليه اي ربي منعت طعامه وشهوته بالنهار اله يوم مي كن ريبه صوم كيال ليه مي كن ريبه ودونكم هم قرجي شهوديس مالنتي إلهو إنك شفع قات إنك أخياري إنك إرجع وسكين إرجعي وسكين أخياري فش فعني فيه قرآن كنا ميلي ما يكون ربع ما عتونا وما هندور ميلي سأكون ربع بالليل همينك فش فعني فيه فش فعني لما ذا بولي بوا شفع قات لكن هو بعد علاقة الله نسونك قاس أي هاي هذا اللي تقوله بوا هذا كوري قداس مش ولي بوا سونك حقيقة ذا اللي كفضاي بعضهم ويلاني سيدي لفا دائبا نصومنا لأن الصوم كما يوا هنقري يو طعام شريس انت هذا كويرت ميه بل جوارح دار دون انت صوم تلفا دي أفكا صوم اللفا دي ادنتا صوم تلفا دي هندوغا صوم اللفا دي هذا دون صوم تلفا دي لغو يوك صوم تلم باهن قرآن كان على قوبا الله إنه ولبا سكين شفعنا من هو الذي يشفعان كي ولبا على الدنيا على قوك الله هاي إلهيني ويل كذلك هدفك أفراد أو لبوا أنت الديرت هذا ولبوا أندير جروس بيوا أنت إلهي سبحانه وتعالى قورتنا أرتكوهري رسولكم عليه صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان
همين كان هر رمضان ما يلي هيري شي هذا انت مرده الجن يلي هيري نارتي دوج يلا اوده بحال ارتود ملكو تبو نارتي ارتود ولا اوده ما يلي فوري هين جناد الباب يلا فوري حالينكو الباب حالينكو هيرنا دو مل جناد الباب تي ما يلي انا نادي يا باغي الخير خيرك كان ويديو قابل ولا بو انت نجيسل لي كان شرط ويدون أكسر قابي وإلهي نمي اللي أهمي والب عتقاء من النار نار تدت كهوريو وذلك كل ليلة همي والب لذلك حديث كهورا لانك رمضان ها قال دم بجين الانتافساس نار تكال إلهي كتير يا جبريل عليه السلام رسول كان ما يري صلى الله عليه وسلم آمين ميل آمين جبريل كاري رسول الله أنا آمين كاري ميل فلا يمدون انت هذا هدفك هذا قليل انت هذا صومكم إلهي سبحانه وتعالى هالدرر انت هذا الدين بدافع هذا هل انت هذا والبا مغفرة هذا هل انت هذا والبا نارتك ورتك وهوري انت هذا والبا قرآنك كين شفاع قاعد والبا بتلاوي ديس هذا بديل صومك والبا هذا بديل ميلا بدي والبا تحقيق الهدف التقوى هذا والبا إلهي سأبسيشيز حقيقة سيدي يلن باهني نقطة ان دم بيت والبا رمضان لها كدوايا وميوها شهر كان ولبا شهر جد واجتهاد تل الددال ولبا من جد وجد ددال كددال كسيدر نعم طيب زيال كددال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وفكين هو بس عمل إلهي ميجي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفكين مديوس عمل سو بحديث عائشة رضي الله عنها إلهي وفكين هو عمل صوبي وعمل كاس ما هو أنت سوغل باهن إبادة أنت سوغنات سوغ دول باهن شيء والبالبا أنت سوغ يل باهن تقود إلهي نوالبا زاد هذا كوالد وازع الإيمان عم يقول جدر هذا كوال والبا إد والبا أنت دارت لنباهن أيضا سلف صالح رحمة الله عليهم رمضان أنت نكوين كهر أنت دير قروجر سلف كما هي أنا رحمة الله عليهم أصلا أنت من دير رمضان لتقلو دو ولي رمضان هكذا وما إلهي ورصدي جرانا كدو أيسان أنت إلهي رمضان ديرسي ما دي رمضان لكو بها لتقلو دو كدنبو يتون ما إلهي ورصان أنت ولي بصون شو إلهي أقبل رحمة الله عليه نعم همين جاه جيد جران يا ولي بوا كفائي دي سدايا قيام الليل ما هكي جيد جرنا sadaw wale wadad kibir shahan ka dhawaayeen turub iyo musalsalad iyo aflaam iyo wala isma ka jeedaan bal kaanu ma ka jeedaana kaanu qaliilan min al-layl ma yahjawun wa bil ashaari hum yastaghfiru man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi ya wali bak amal fal jadam salafu salih rahmatullahi alayhim wali wahimid iyo idan dhaarti qiyamul layl قيام الليل رمضان شلي اسمه يا لجرنا السنة كدون هجير جر ومن ليلة إلا قليلة نصفه أو ينقص منه قليلة صحابة رسول الله رضوان الله عليهم إلهي ميك تصفه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تبارك وتعالى مولي وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سلف سالسة صحا رحمة الله عليه صون كان ولي بها سنة سنة دي يوي دي جرن رمضان قبل رمضان رمضان كان سفيلة اندير قروه جرن أشهر دي أخرى يامي لسخو دي جرن قرآن كي إلهي يولي بها انجيس دي جرن لسان شو حفظي جرن إلهي سبحانه وتعالى حرير رويل بذي جرن سيدي والي بو اللي بنتاسي هدافتاس إلهي سبحانه وتعالى كتاب شيء إنك شاقي رسول صلى الله عليه وسلم إن شاقي يو اللي بنتاسي الدنيا آخرا كهلا نعم رحمة الله عليهم لأن حان سك ديدان قدوة عن عين نبو محمد الصحابة رضوان الله عليهم وسين فري عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم مركب على يرد مسلمين مؤمنين مؤمنات كبروا مؤمنات كأنت ولبوا أنو رام أنت أنك الدين ميلن باهنا أسوتنا وطريقتنا سيرلي أنت أنو بارن طالن شو أنت أنو بارن نعم سلف صالح
جدي ولبو أنت ونمرن إلهي سبحانه وتعالى ما يرساني بأسماء الحسنى صفاته لولا إلهي أنت ندير سي رمضان وأنا نيوال هاني صومي هاني سرنا هذه إيمانا واحتسابا وغفر اللهم ما تقدم من ذنبهم آمين والله أعلم وصلى الله